السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن تكونوا أنتم وسائر عائلتكم بأفضل حال إن شاء الله. إذن، وكما رأينا في الحصص السابقة، قد وصلنا إلى الوحدة الخامسة، والتي تتحدث عن عالم شيق، عالم الحيوان، بالطبع في مادة اللغة العربية من مكون القراءة، والحصة الأولى من هذا النص الذي سوف نراه فيما بعد. وبالطبع المرجع هو في رحاب اللغة العربية، لكن هذا النص لن يتحدث عن حيوان كما سبق ورأينا في النصين السابقين، بل سيتحدث عن كائن آخر لنكتشفه معا. لاحظوا معي الصورة الأولى والصورة الثانية. نبدأ أولا بالصورة الأولى، ماذا تلاحظون؟ جيد، هناك طفلان. نعم بني، شجرة. نعم جيد بنيتي. نباتات. جيد. نعم بني. حشرة. ممتاز، هناك حشرة. هذه الحشرة هي نفسها في الصورة الثانية، أليس كذلك؟ نعم. جيد، هناك حشرات صغيرة. في نظركم، ما اسم هذه؟ أو من منكم يعرف هذا الكائن الجميل؟ نعم. نعم بنيتي، يدعى ماذا؟ بالنمل. جيد، إذن ضيفنا هذا الأسبوع هو النمل. جيد، من أيضا يقرأ لي عنوان النص؟ نعم بنيتي، ممتاز. إذن عنوان النص هو حشرة عجيبة. تابعوا معي النص جيدا الآن. جلست سعاد ويحيى تحت شجرة، فانتبه إلى ثقب صغير في الأرض، يخرج منه النمل ويدخل في حركة دائبة. فقالت سعاد: في كل مرة أشاهد النمل أزداد انبهارا بهذا المخلوق العجيب. رد يحيى: نعم يا سعاد، انظري كيف تحمل النملات حبات القمح. قالت سعاد: نعم، وانظر كيف يتواصل هذا النمل باللمس، وكأنه يتبادل التحية. صدقت، يا لها من حشرة عجيبة، منها نتعلم الجد والصبر والإخلاص في العمل. فالمطلوب منكم هنا هو قراءة النص قراءة جيدة من مرة إلى 3 مرات. وإلى حصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.